قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاد. قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بنوار إن المنتجون أقروا زيادات في سعر زيت المائدة بخمسة دينار للتر. وأضاف بنوار في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن منتج زيت المائدة أكدوا رفع أسعار هذه المادة نهاية هذا الأسبوع. وأضاف الحاج الطاهر بنوار أنه تم تعميم زيادة في أسعار زيت المطابخ بمتوسط خمسة دينار جزائري للتر، وأكد أن أسباب رفع الأسعار لم تذكر لحد الساعة. أعلنت الجوية الجزائرية اليوم الجمعة على لسان ناطقها الرسمي أمين أندلوسي عن استئناف الرحلات الدولية والداخلية بمطار هواري بمدينة الدولي. وكشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلوسي في تصريح أنه تم وقف إضراب مضيفي الطيران اليوم واستئناف رحلات. وللإشارة فقد شن مضيفي الطيران بالجوية الجزائرية إضرابا عن العمل على مدار أربعة أيام منذ يوم الاثنين الفارط وإلى غاية مساء أمس الخميس. وتسببت الحركة الاحتجاجية التي شنها مضيفي الطيران في تسجيل وإلغاء في رحلات المبرمجة من وإلى مطارات الجزائر. وسبق وأن قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بوقف الإضراب الذي شنه مضيف الطيران الجوية الجزائرية. إخوة الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات. سلام.